السلام عليكم. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الفيلا اللي هي رائعة. هذه الفيلا هذه جاية بالضبط في قرية أركمان، على البحر ديال قرية أركمان، يعني كتطل على البحر. هذه الفيلا هذه كتوفر على مسبح رائع، واحد الجردة اللي هي كبيرة بزاف، مزيانة بزاف، وهي واحد المنظر معتبر. كتكون هي من واحد المساحة ديال 452 متر كاري، كتوفر على 4 ديال الغرف، منها جوج ديال الغرف اللي هما كبارين بزاف، 3 ديال لي صالون كبارين، بالإضافة لواحد لا صالا مونجي، وواحد الكليسة واحدة أخرى صغيرة شوية، 4 ديال الحمامات فيهم لي تواليت بطبيعة الحال، واحد الكوزينه اللي هي كبيره ومجهزه بزاف، يعني مطبخ مجهز بكافه الاجهزه اللازمه. كتوفر ايضا على بالكون، والسطح ديالها كيطل مباشره على البحر ديال القريه. البالكون ديالها كيطل بشكل مباشر على البيسين وعلى الجرده الرائعه اللي كتعطي واحد المنظر اللي هو معتبر، كيريح حتى النفس ديال البنادم. ندير واحد تذكير بسيط فقط بهذه المعلومات اللي عطينا. هذه فيلا مساحه ديالها 452 متر مربع، جايه على البحر ديال قريه أركمان، يعني او بور دو لا مير قريه أركمان. قلنا فيها 4 ديال لي شومبر، و 4 ديال لي سال دو بان افيك تواليت، بلو 3 ديال لي صالون لي غران صالون، واحد لا كويزين اللي هي بيان ايكيبي، ان غون كويزين بيان ايكيبي، بيسين، جاردان، غون جاردان، فانتاستيك جاردان، بالاضافه لكراج، يعني بور دو فواتور، يعني الكراج كيهز جوج ديال السيارات. البالكون عنده في سور بيسين، واحد المنظر رائع كما قلنا. إذا كنتم مهتمين بهذا العرض هذا ديالنا، بالإضافة واحد الحاجة أخرى قبل ما ننسى، أنه الفيلا فيها طابق سفلي وطابق علوي، يعني R بلس 1. إذا كنتم مهتمين بهذا العرض ديالنا، ما عليكم إلا تتصلوا بهذا الأرقام اللي كيبانوا لكم تحت الشاشة، وإن شاء الله نتمنى ونجاوبكم على كاع الأسئلة ديالكم، وتدخلوا عندنا لاشين ديال اليوتيوب باش تزيدوا تدعمونا أكثر، حيتاش بالدعم ديالكم كنجيبوا لكم دائما الجديد، ونخليكم تكملوا معنا الفيديو ديال هذه الفيلا الرائعة حتى الأخير إن شاء الله.
بعد.